كلب مش لازم تربيه، الجزء رقم 79 باسنجي أقدم كلب تم تدجينه من قبل الإنسان، كلب من القارة الإفريقية وعمره بيتجاوز 5000 سنة، كان هدية الشعوب الإفريقية للفراعنة، فكان نهر النيل هو طريقه للحياة الجديدة، وكان موجود من أيام الحضارة البابلية. كلب عنده ردة فعل سريعة، وغير هيك هو أصلا سريع ونظره جبار وحاسة الشم عنده خارقة، وبيقدر يلاقي طريقه بين أعشاب السفانة. كلب مميز ويكاد يخلو من المشاكل، لكن أنا حطلع فيه عيوب. شو حتكون وظيفتي إذا ما طلعت فيه عيوب؟ شعره سهل تنظيفه وسهل كمان تمشيطه. الكلب بيحتاج عناية خفيفة، وحتى إنه بيشبه القطط فهو بيعتني بنفسه لحاله. وخبرته في الحياة طويلة علمته كيف يكون ذكي وكيف يكون مفيد لصاحبه. لو قلت لكم إنه في شيء بيميزه فهو إنه ما بنبح نهائي، فهو مناسب للي ساكن في شقة أو خايف إنه يزعج جاره. في شكله بتميز بذيله الملفوف وبتجعيده في جبينه، لكن ليش ما تربيه؟ لا تربيه وخلص، مش لازم احكي لك يعني ليش، يعني فكر فيها. كلب مليان طاقة وبده رياضة وتحفيز عقلي مستمر، وبده يحس حاله مفيد وله وظيفة. انت لو جبته حيكون مربوط بحبل طول اليوم، لانك اساسا مش حتكون فضيله. غير هيك لو مله زهق حيبدأ يفكر كيف يخرب الدنيا وكيف يخلي صاحبه يكره حاله انه جابه، وعنده قدرة تدمير عالية وكثير بكره الغرباء ونفسه يبلعهم مع انه صغير، بس بده يقاتل الدنيا. لو حبيت تحطه في مكان وتحبسه حيلاقي طريقة ويشرد. ممكن لو شيء لفت انتباهه فيركض بعيد منك وممكن ما يرجع لك، فهو غريزته بتطغى عليه. مخه صعب وبده صاحبه يكون أصعب منه عشان يقدر يحكمه ويتحكم فيه. خذها مني، الباسنجي مش كلب ليلى، فسيبك منه، مش لازم تربيه.